وارفع مراسمك علينا وارفع مراسمك علينا وارفع مراسمك علينا والمستقبل كلي دابس والمستقبل كلي دابس والمستقبل كلي دابس والمستقبل كلي دابس والدولة بتتعدى علينا والدولة بتتعدى علينا والدولة بتتعدى اتمنى رحموني المنسق الاقليمي للاساتذه واطر الدعم المفروض عليهم التعاقد. اذا ياتي هذا الشكل يعني رفضا جماعيا للنظام الاساسي لقطاع التعليم. اذا الشغيله التعليميه اليوم تعبر عن رفضها المطلق بتوحيد صفوفها للنضال ضد هذا المخطط اللي كان يعني عبر سنوات الدوله تحاول اقبار يعني الحقوق ديال الشغيله التعليميه اقبار الوظيفه العموميه. اذا هذا النظام الاساسي التراجعي يعني الذي ضرب مطلب بالادماج في اسلاك الوظيفه العموميه وضرب كذلك الحق في مجموعه من الحقوق والمكتسبات التاريخيه للشغيله التعليميه كمكتسبات الترقيه وغيرها، اليوم ياتينا بكثير من العقوبات يعني كثير من 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 التراجعات الخطيره التي تدق نقص الخطر على اساس ان الدوله ماضيه في استقدام علاقات الشغل القائمه يعني من القطاع الخصوصي وحاولت فرضها في القطاع العام مع ربط الترقيه بمعايير جديده معايير المردوديه وكذلك يعني اثقال الاستاذ بمهام خارج يعني مهمه التدريس ولكن بصفر تعويض صفر درهم تعويض. اليوم هذا النظام الاساسي يعني خلق احتقان داخل الشغيله التعليميه سواء المرسمه او المفروض عليها التعاقد لانه لا يعني يستجيب لاي مطلب من المطالب المرفوعه بل والاكثر من ذلك يتراجع على مكتسبات تاريخيه وبالتالي فالنضال اليوم على صعيد المديريه الاقليميه للحي الحسني يضم يعني كل الفئات سواء المفروض عليهم التعاقد او الاساتذه الرسميين يعني بدايه لميلاد نضال وحده ضد هذا النظام الاساسي وضد كل التراجعات وعلى راسها يعني مخطط التعاقد من اجل الادماج في سلك الوظيفه العموميه من اجل تحصيل المكتسبات ومن اجل استرداد الحقوق. والتحيه لكم.